اهلا بكم ومرحبا بكم في ابيزود جديده لسكراب ميكانيك بطبيعه مع جيمر فور ايفر جي 4 اي. اهلا بكم الاولاد ومرحبا بكم ومرحبا بكم شوي كالما حبيت نعمل بزربه سكراب ميكانيك ابيزود جديده في الفيرجن جديده وعايشكم خاطر برشا كومنتات في الابيزود اللي فاتت حسب مارينا عجبتكم. ودونك اول حاجه باش نعملوها كما قلتونا انتم كما برشا منكم قالوا نعملوا دبابه. دونك دبابه جست نبداو نعملو هكا انا جبت اصلع ونعملو ثلاثه عجنب بذولي هكا برا انت يا ابن واحد واني نعمل العجله صحيح هكا نقص واحدة عجنب نقص واحدة عجنب هاني نقصت بغير ما تعب راك بون اعمل عجلي صحيح بالكعبة جي فور اي نحي بالكعبة نحيتها مش بالعنا هاد ركب ايش نو تي لا يعني بالعاني نحيتهم نحبها هكا خير يقول ولا اي من هنا نقص راه شنو نقص ايش في العرض سافا هكا ولا نزيدو نعرضو فيها طريف زيد شوي نزيدو كعبة طرف اوش طرف على اليمين وطرف على اليسار انا كيما كانت من الاول باه وطرف من الاخر باش ما تظهرش مربع بون هكا مريقلة ذهول اي اي باش نركب العجالي نركبو العجالي دونك معناش سلسلة معناش سلسلة فريمون في الجو دونك العجالي هكا لاصقين على الاخر لازم معناها خلي بلاصة بين كل عجلة مش معناها ما تخليش بين كل دورة هاك تشوف كيف يعني معناها فهمت باه واضح بون اي صحيت هكا صحيح بريسك باش نعمل لك الفازة خاطر ما عندناش سلسلة باش نحاول نطلع العجالي الفوق شوية كيما الدبابة الحقيقية كان عرفت نعملها هكا تقريبا هذه تجي لهنا بون نجم نعملها اول حاجه قلنا باش نعملها دبابة بدونك وبعديك باش نعملوا حاجه اخرى هكا خير هاو لقيت لها ما نقولوش شنيا تو تعرفوها بعد شوي ما عرفتش كان نحط فيهم قد قد ولا يعني يا اخي لا شويه بلاصه مخلي هاك يا بريسك بريسك سهل بريسك صح حط العجله قبل ميتال بلوك حاطته اي ميتال بلوك حط العجله قبل حط الواحد وبعد العجله ديريكت بعد حط الواحد اللي بعده العجله مش ما تدخلش بعضك هكا عرفت اسمعني الدبابه من فوق يدخلوا لها هكا ولا كيف باش نعمل الدبابه من فوق يدخلوا لها معناها لازم من فوق استنى كيف حطيتها هاني كنت نقص عجلة لنا وهذه فيها واحدة زادة الجهة الأخرى يظهر لي صوتي بدا يبقى وهكا لا ما حبيتش هنا استنى هنا نحطها زعما بون تو كيف من الدبابه من القدام والتاي يظهر لي كيف هكا ولا لحظه نعملوها هذيا ندوروها استنى مد الحلقوم تنقول لك الحلقوم عاد من الاخر الحلقوم من الاخر ولا اي الحلقوم الاحمر نعم لوك كبير الاحمر كبير الاحمر كبير الاحمر ما نجموش نجمو هاود كبير الاحمر تي شو الاحمر تي تفرج ماشي هيك ماشي هيك هذاك الاحمر الوحيد اللي يعني دار به اسمعي الدبابه من التلي في التصوير هي زهر اصغر اي في التصوير هذيك ملا الحلق من الازرق عمري ما ريت كيف دبابه من التلي تظهر دبابه من التلي عاديه ما مسكره من التلي فما شيء هكا سفاه هذه سفاه اني نعمل في التالي راه وانت في القدام الحلقه اي هذا هو اللي باش نعملو بيه باهي زعما هكا ما تالي الدبابة تظهر بون المشكله لازم واحد يرفع في وسطها على الاقل واحد معناها
دونك نحط الكرسي قبل ما نبداو نبرمجو اذا اللي خير. اي حط بقى به زين وخر حطوه في الوسط هكا نورمال مون بريك والهبوط هكا من الفوق. بون لهنا كيف باش نعملو دبابة كيفاه هي ما باش نبات هكا ربع طريف و بون بيان سور ماناش شكل بروفيسيونيل توا على الاخر هيك عليه ماهيش باش تجي هي لا للدرجة اما هاو لقيت لها فازة كيفاه نجم نزينها شوية يظهر لي باه نشوفو نعملو هكا نجم بهذا يظهر لي واضح باش تجي مزيانة باه ولازمنا يظهر لي 100 موتور يجي تقريبا يلوى 100 موتور نتاعك ما حسبش يكفيو يكفيو مشكل هو الكعبة الموتور يز زعما هكا نخلى لا لا الدبابة الحقيقية عندها فوق فوق ال شو توا من القدام ظهر لي سافا هكا من هنا نعملو نخرجو الوحدة من هنا هنا في عالية شوية ولا هنا نخرجوا الحديده ايه ما ولدي دبابة بالعكس انت بنيت تمشي للتالي هي ما تقدمش لقدام هذا تيلاني ولا لا هذا القدام اللي انت عمل فيه القدام اللي انت عملته ايه؟ القدام ايه القدام يمين مش تخرج لوحده ولا ايه ما توخر هي القدام والتالي بريس كيف كيف راه اما جوست القدام فما الوحده اللي تخرج ايه باش نعمل لا هذه خارجه لبرا لازم تدخل لداخل عرفت لهنا لهنا لازم تدخل الحكايه الكل مش تتسكر كي السقف معناها تولي فهمت لا اي انا مش نكمل في الجهه هذه تم نقول لك كيفاش باهي نعملو هكا زعما تجي نجي نسكر هكا 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 عرفت شو يعني كيفاش هذي نسكرها نبداو نحطها لحظة هاني نقول بديت تطلع امشي كمل كمل سكرها من فوق زيد علي ضويقه هكا زيد علي شنو ضويق زيد علي لازم تركب هكا تقدر تركب هكا ركبت فيها هي هو لحظه خمم فيها تو باش تسكرها كيف كيف نجي وش نركبه كيفاش نطلع ها لا محلوله من فوق لا لا لازمها تكون مسكرة من جهات الكل ولدي محلولة دبابة حسب رأيك شنية ما مسكرة من جهات الكل حسب مش من الجناب مسكرة كيف يركبوا فيها يعملوا تليبورتاسيون ما هو من الفوق ينق يطلعوا يتعب صحيح. يتعب شو ايه ايه اما انت 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 مش تخلي هذا محلول شنو هذا البلاصة هذه على جنب على جنب ايه سكرها بالطبيعة ايه هاني نسكر فيها بشوي بشوي خاطر صغيرة كنت لي باش نخليها اما الفازة لازم فوق العجلة شوية تراي فك كل حديدة برسمك نحيك الزرق نحيها نزرق اللي يعني حديده باهي من هاي الجهة الأخرى هذي هكا يخلي هكا تخطف أحم بعد بعناك بعد كيف عمل تاني بون مش لازم هي من القدامة والتالي كيف كيف دونك مش مشكلة يا أخي طيحت حديدة أي عليه هاك تشوف والواحد وينه واحد
هاني باش نسكرها وبعد نعمل الوحده هاو لا هاو منا باش نعمل المشكله ما عندناش وسط انا باش تجي دوبل باش نعمل دوبل كانو عرفت ليش ما نسكرها لا لا ما عندناش وسط معناها ما تجيش في الوسط ما عندناش باش نجم نعملها في الوسط لحظه اني حاجتي باش نعمل ايه وشنو تخرج كرتوش تخرج قنابل كيفاش تخرج من برسم تصورها معناها يعملوا ميساجور تنجم تصنع دبابة تخرج قنابل شخص يعني ما عرفتش يصنعوا اسلحة زاد شنو هو يعني نحب ندخل لها صحيح استاذ حصار الغادي غير ما تسكر عاد تحصر تابع اوه تخلى معاه اوه البيب البيب مش بالعادة يخرج ليه بعد انتي يعني مقعمز انا مقعمز زين اقعد روح سمين سمين بتاع زحي بطي باهي نعم بو هكا سكروها ولا شنو هو؟ كله منك انت تدس فين؟ برا روح مش تحط كرسي توا ولا ايه؟ لحظة ما تسكرش خل نحط خات بيت فيها مش كرسي تخليك حطيت هاك حطيت ايه مستوية على سكر لحظة في الجهة الأخرى عملنا هكا بعد طريب اي زوز قنابل هكا بيه طبعا يقصر هولي في الجهتين ماهيش باش تجي فما واحد زايدين حطيتها في بالك بروحك ولا عليه لحظة قاعد نسلي فيها طريف اش قول لحظة ناقصة منا طريف بون منا ناقصة عاد مش كاملة منا كيف مش كيف سكرتها مرة ما سكرتهاش أصلا أوه تزلق كيف الجهتين أيوة إيش قولك تحفون عمل الطرف هذي تصلح مازال عاد موتور تصلح واحد اش تصلح شي تصلح شي به المشكلة تو هذي توزن قرابة 100 كيلو معناها سكرتها الكل انتي منها دوية منها جنب كما به لازمنا تو الموتور وين باش نركبوا الموتور يا نركبوا الموتور اوتوماتيك من لوطة ما تنجمش من لوطة لازم من داخل هبط هاني تلقيت الحل من تالي ورا الكرسي ورا الكرسي هبط من داخل ورا الكرسي لازم نحلوها طريف منا سير حركة حتى مش الكتريكا ايه ليه عاد اوه لحظة يرفع زوز خاطري حطيت اربعة طب
يا تسخا كله حديد راهو رزينه الزحش بيك طرحها كل واحد. اسمعني كيف مش اسمعني كيف الدبابه كيف تدور يا اخي. اه عرفت عرفت يدوروا جهه برك كل كتف وكات ذا علينا. قديم العجلة عنا نحن في جهة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة مشكلة. قاعد تربط في الجهة الأخرى. أي لا مش كل فرد موتور راه نص نص. ما قاعد يقعدوا زوزك. لا شو أقول لك هذا يا للتلين شكون ربطت ال رد بالك اطلع فوق اخير خاطر ربطت انت اللي على اليمين باللي على اليسار فمدري شنو. لحظة ذوما ثلاثة وذوكم أربعة معناها هذه باش تجي منك. يعني في بالي بروح يربطك هذه باش تجي منك سي بون باه توا برسمك. شوف الديريكسيون نتاع شوف الديريكسيون نتاع ال رجع ربع خلينا نجربوها ساعة شوي. يا بيا ما تقدمش حتى لحظة ما تكسليريش ما تكسليريش ما تعمل شيء. ما تعمل شيء لحظة نحي عاد حقي صارت لي ماكش منحي الوحدة بخلاف منحي ما نحي لا مش منحي اوبا يرقص السيد يشطح. اهبط 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 لازم نركح الديريكسيون ركح ركح معايا ما نعرفش تي الفلاشات لازم يقدموا معنا باش يوخر. لا هاي صحيح من جهة هذي وذول اللي مريض جهة هذي مريضين به اوه تي فرق ايه وتجري زاد ويا اوبا ايا يا والله تجري الكعبة وما تتقلبش ردها الدبابة تطير جي تي اس سان اندرياس. لا اول حاجة لازم نردها تمشي يمين يسار ترى ما تمشيش يمين يسار هي. لا كيفاه ما اعرفش نعرف يعني يس ما هو في الدبابة الحقيقية كيف تدور يمين يدور كان العجل اللي على اليمين وكيف بدور يسار يدور كان على اليسار صحيح. معناها مش نركبوا فلسة زوزو فلس مش فلسة واحدة ليفت واحدة رايت به لحظة هذوما عاملين هذي على اليسار هذي مش نربطوها بالموتور هذا لا على فما زوز موتورات باش نحيها عليه خاطر ما نجموش نستعملو نفس الموتور. بون هذوما توا باش نربطوهم بهذا بغيت نربطوه بهذا. ايوا هاني لقيت الحل توا لازمنا تلاني. لا لا ما تربطهمش ما تربطهمش جدد هذوما الزوز ما تربطهمش باه نركب. لا ما تركبش اني باش نسوق. اي ما تركبش مازلنا ما عملنا شيء خاطر اركب قال لي. اي ما انا كيف اني نسوق حسير ماكس نمبر اوف بيرنز. لازم نزوز موتوريت اخرى برا. لا لا لحظة خلينا نجربوا هكا وكا بالك تخطف باهي بعض خلينا نركب مازال قلت لي جرب تو جهاد حيت راسي بسم الله عليك والله بس اوه ايش عملت لك؟ ايش فيك تعيط؟ ركح امورك سهل هو معك ركح امورك
دخلت بعضها شوية. قلت دخلتها بعضها. فهمت أصلا. تفضل. نحيا عاد. لا. ما تقدمش. يا تقدم كان تو. اهبط اهبط اهبط. تعرف تسوق انت. تعرف تسوق اهبط. تقدمش هذي؟ ما قدمتش تنزل على الزيت ولا ايه؟ الدورة ما بشوية بشوية. بعد بعد. تي ليه عاد تي ناحية زح تي ناحية الحاج تقابلك في الفيلم من غير ناحية ناحية خلينا نجرب ناحية خلينا نجربها مازلنا ما جربتش اصلا مو انت دور يمين انت يسار بريسك بريسك الدور والله ها دور طريف شوف اي خير بريه يزي فيه دبب على الاقل خير من بلاش نردوها كثير لا نردوها خير بون بالنسبه للابيزود هذه توفل لنا توفل لنا دونك احمد ايه ليه على الاقل حاجه باهي تتسمى نكملوا نعملوا ال ما نجمش موتو لا لا توفل لنا الابيزود هذا الحمد حزيلو دونك هما دبابة بيان سور ماهيش اللي مازلنا مش نحسنوها ما عادش كان مازلنا مش نحسنوها بون حزيلو دبابة وماهيش خايبة للدرجة معناها ريتم اخيب لا نقصها شوية زينة وكل شيء مي بون بيان سور كان عجبتكم الابيزود خليوني كومنتير قولونا كالعادة شنو قول شنو نبنيو شنو تحبونا نبنيو في سكراب ميكانيك بيان سور عملوا طلع عشان متاع جي فور اي جيمر فور ايفر ذات شنو وات ايفر اللي في الديسكريبسيون مع هذا الكلام نقول لكم الى اللقاء بسلم وان شاء الله نقابلو في الابيزود الجايه